فبالآخر لقيت إن أنا عندي
Tá? Entre fluid transform or Haskell, no fluid of convolution between of T or H of T, output queer domain, the frequency domain, and modification with a P of S, stretch of F, magnitude inverse fluid transform, polaroptic in the J to Y of T, yes? So, when I hold up point PM, now then I point PM. Give the general point, our other accent point. You are there, and the same one, that is an output square, the expected value of this output square, and I'm level of TM, then the Z, another Z. Different. Z. Yeah. So, Z works differently, what sense different forces? Or actually, have a strict sensation, noise, strict sensation forces, but the expected value of Z, and I T square, then it's that, but the expected value of Z square, output. We'll talk about what I care about, the power spectrum density, the data, and noise hour or the output. See about the care with S, the output of F to the F from the noise infinity. When I've seen the Madaka Z can output, you have a spectrum density type up, S, Z of F, E, H of F up to square, E, F, can بعد كده جينا عايزين نكتب بقى يبقى دلوقتي عندي الاوتبوت هنا عباره عن ايه؟ عباره عن لو انا بايع بي اوف تي هيطلع لي بي اوتبوت بي اوف ام ومجموع عليه شويه فلوس. لو انا بايع ماينس بي اوف تي هيطلع لي ماينس بي اوتبوت بي اوف ام ومجموع عليه شويه فلوس. يبقى احسن ريسيفر زي ما شفنا قبل كده ممكن نثبت ان احسن ريسيفر ساعتها لو شويه كونفيشنز موجودين هو ان احنا نعمل فلاشولينج عند الزيرو اقارن بصفر لو قوس تبقى واحد لو نيجاتيف تبقى صفر او قوس بي او قوس بي ماينس بي وساعتها يبقى بروبيتي ايرور كيو اوف ساعتها بروبيتي ايرور تبقى كيو ايرور هنا هتبقى كيو اوف جاز بي اوف بي اوف ام سكوير على سيجما زي واحد سكوير او يعني جاز بي على سيجما تبقى كده عشان لو عايز مينيمايز البروبيتي اوف ايرور الكيو مونوتونيك انكريزنج فانكشن كل ما اكبر الاوديو بتظهر فانا عايز اكبر السيجنال تو نويز ريشيو قد واحد السيجنال على النويز اللي هي بي اوتبوت على سيجنال انا عايز ماكسمايز بي اوتبوت كيو ام سكوير على سيجنال زد اوتبوت سكوير فده هيساوي كام S squared على الكامل S Z F of H ده انا عايز اماكسمايز ولا انا عايز عايز اختار ال H F بحيث ده يكون اكبر فين؟ دي دي اكبر دي ده دي اكبر اهو دي اكبر في هنا هي عباره عن كونفولوشن من دي وفي واتش فده دي اكبر في كونفولوشن من دي وفي واتش في ممكن اكتب دي اكبر من اف هي مالتيبيكيشن من اتش اف وير بي اوف اف صح؟ الانفرس ري ترانسفورم فدي اكبر في بتساوي الانفرس ري ترانسفورم بتاع بي اوف اف اتش اف اللي هو ده بس انا هعمله زي ما كمان تي ام ماشي طيب هنستغل هنا شورت البادي شورت البادي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا لاي سيجمنت في العالم لاي سيجمنت في العالم ده كام؟ اكس او اف واي او اف سكوير تي اف طبعا اي فانكشن في العالم ده تبقى اصغر من او يساوي كامل الابسولوت بتاع اكس او اف سكوير اف النهايه تبقى كامل واي اف ابسولوت سكوير ماشي مش واخد بالنا ان اي فانكشن موجوده في العالم ده بيحقق اوكي مش لازم تشوف الراجل نفسها لان انا مستعملها فاي فانكشن في العالم ده بيتحقق انا هاجي على ده
وطور جودي اكس واي مضروبين في بعض وكملهم تربيع ومعصر من كامل اكس لوحدها تربيع واضربها في كامل واي لوحدها تربيع. لازم تبقى اصغر ماشي اوكي. يبقى لو انا عايز اكبر ده اكبر ايه اكبر انا ايه؟ انه ايه؟ لا يعني ايه اكبر اماني في القيمه؟ ده مفهوم يساوي ده؟ ده لازم يكون اصغر من او يساوي ده. فلو عرفت اخليه يساوي يبقى انا اظن مش عارف اعمل كده مش ممكن يكون اكبر. اوكي؟ شروط كلنا مش ممكن يكون اكبر. اقصى حاجه ممكن اخليها ان يكون بيساوي. فلو عرفت اختار من اتش من اف بحيث ده يساوي ده يبقى على فكره ما تفهمش. ايه؟ دي بوليتيك ايرور. انا عايز المينيمايز البوليتيك ايرور، عايز المينيمايز الارجيومنت. يو ديكريز كل ما جواها هيكبر تبقى انها تكامل من الحته اللي كل ما تكبر ده قرب من انفينيتي تقلل من الانفينيتي. انا ماكسمايز الاس ان ار، ماكسمايز السيجنال تو نويز ريشيو. حلو. ماشي. شوفوا كمان بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان ده ما بيساويش ده الا في حاله خالص. اف اونلي اف وين كواليتي اف اونلي اف واي بيساوي سي في اكس. لو ده حصل ده يساوي ده، لو ده ما حصلش ده لازم يكون اصغر اصغر. اوكي؟ هو بيقول لنا ان دول اصغر من او يساوي ده يكون ايكواليتي اف اند اونلي اف الواي عباره عن كونستنت في اكس. لاي كونستنت. مش لاي كونستنت مش فاكر. اي سي ممكن اختارها زي ما انا عايز. وحتى جربوا يعني هتلاقي كلها في ده لو ضربنا اكس اف واي في ده لو خلينا الواي سي اكس كونستنت يدينا اكس تربيع. اوكي فده جاب اكس تربيع وانا كنت هكمل اكس تربيع. تربيع ولا يمكن نسيت تربيع؟ ده اي سي على الشمال يطلع تربيع ولا على اليمين يطلع سي. يبقى لو انا عايز اكبر وانا عايز احل قدام لو انا عايز اكبر حاجه قلت لكم الحاجه دي اصغر من 70 ولو عرفت اخلي الحاجه دي اصغر من 70 لو عرفت اخلي الحاجه دي 70 يبقى دي اكبر حاجه مش ممكن حد يجيب 71 او 70 او 75 او 80 لان انا بقول انا عارف اثبت الحاجه دي اقل من 70. طب الشكل ده هنا هسمي دي هسمي دي واي وهسمي دي اكس واقول ان دي ممكن تساوي دي لو خليت يعني اللي فوق ده يساوي اللي فوق ده طبعا لو اللي فوق اصغر من اللي فوق واللي تحت زي اللي تحت يبقى كله اصغر من كله اللي تحت وسط كامل الحاجات وسط مش بعض ويطلع لو شكلنا يبقى هقول يبقى الماكسمايز هو لو واي اف ايكوال سي اكس كونجنت اف او يساوي سي في اكس كونجنت يعني تي كونجنت اف ايكوال ماينس جي واي اف دي ام على الكونجنت بتاع الزد هي هي عشان يمكن مع الفريد ترانسفور بتاع الكارتاو اللي هي ليد وين فالاسد دي كمان ليد وين فمش لازم بي اوف اف مش لازم يبقى ريل لان البي اوف تي برغم انها ريل مش من دورات بعيده الفلتر بتاعي السيجنال بتاعتي في معاها في من دورات بعيده طبعا في ما في لو هي من زيرو تي بي هي اكيد مش ماشي لو عايز تخليها من ماينس 3 على 2 تي على 2 حسب ما كده السكينة العادة زي ما قلت لكم احنا بنسيب أي حاجة وتحطها واحد بس خلاص. والشكل ده يبقى القيمة دي
زي ايه؟ المقام. المقام. بالظبط زي المقام او النشط الدقن. هو نفس الصنع. جذب. بقيت شباب كل تربيع يعني جذب تربيع يعني الدقن كل تربيع اهو مشكوكم مع بعض. خلاص. اوكي؟ وبرضه خليها تسالي دلوقتي بدل الاسرع مني يعني احيانا خليت ده يبقى الدقن هيساوي P R P M squared على سيجما زائد R squared يساوي ده كام ونقص نهاية النهاية P أو F P J 2 باي F P M على جزء S زائد F squared F when H أو F يساوي P conjugate F equal 1 حصل ده يحصل طبعا ال ده لازم يساوي لما احنا بنضرب الروت سكوير اقدر اكتبها كده لازم ننزل بتاع ده جامد تطلع كده كيو اكس سكوير على اس زد وين 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 و
une ressource dans son cadavre, là on dit au F, mais P au D, on a dit P au D et P au F, vous allez par P of P, M minus. P of D, M minus. Et nous avons dit la constante, c'est la première fois que nous avons dit. يعني B هو C كل من أحضرت C كون تمشين إنه لا تعالى إيش لو عايز تفكري فيها أنا ما ضرب الثلثة في عشرة النول ضرب في عشرة وC ضرب في عشرة ممكن أضرب في أي حاجة ممكن أضرب في أي كونستنت في أي سكة حاجة بس تبقى بس ده بيحصل الفرع في فرع بيضرب في حاجة ولا الأنتنة بتضرب في حاجة ودي وفي ألف في سكة تبقى نص في عشرة لو ضربوا سيجنال النول يعني ايه بقى في كده ماينس دي يعني لو بتضربوا ال في عملت ولكن في الأفلاتنس يعني
هو latency في اول بس. يعني انا هتاكد ان انا ممكن تخلي تي ام 1 مللي ثانيه طلع اول قرار بعد 1 مللي ثانيه. لو انت خليت تي دي تي ام دي ب 1 سكند هيحصل لنا مره ايه اللي بيحصل؟ في بتاعك انت بتعمل اكسس بتعمل كونفوجيشن مع ده. الديسك دي بتدخل على جواها استنى لغايه ما يجي وقولي تماما. طيب ليه ده بنسميه اكسس؟ فبسميها الانرجي بيرد. اوكي
جامد دي سكوير تي من 0 لتي بي، فالانرجي بتاعي 1 بت بسميها انرجي بير بت، كده الكوميونتيك ايرور تبقى كيو اوف جاس اي بي على 2 اي بي على 2. نعم؟ اه بس انا صح، بس انا ببعت سيجنال صح يعني انا بخيل ان انا بسيوم ان السيجنال بسيوم كبير بس صح ده في نقطه مهمه. خد بالك التكامل هنا ان الفريكونس النقطه دي ام بي دي بي وفي النقطه دي ام بي، الافتراض بتاعنا هنا من 0 ل 2 اوكي، الافتراض بتاعنا هنا من 0 ل 2، لكن لو حتى ما هي 0 ل 2 نفكر نعملها ازاي اوكي، يعني مش كده انا عايز ابعت بامبل كل تي بي ماشي، فانا بعت وان بولس كل تي بي وانا عكسها او خليها مش محبوسه حسب ما اعرف اقصد. فلو انا عايز هينفع اكبرها عن تي بي هتخليها اخليها اكبرها عن تي بي، يعني هتبقى فرنسا سنتين ببعتهم بين كل تي بي وكل بيت مالهاش دعوه بالبيت اللي بعديه ماشي، يبقى تطلع 2 تي بي على انت دي دي احسن بروبابيلتي ايرور، اعرف ان اقل بروبابيلتي ايرور فيها تحت الاسامبشنز بتاعتي ماشي، تحت الاسامبشنز بتاعتي مش عارف اقول على
ايه الكونديشن اللي عشان ده ما يحصلش؟ مش بالضروره مش بالضروره تكون يعني ممكن اعمل كده بالظبط كده برضه تاني ممكن اكبر البامبس على التي في وما يحصلش في الكونديشن لو ايه؟ واحد وواحد ورا بعض مش عكس بعض يعني على اقسام ما اقدرش اعمل حاجه كده انا عارف ديزاين البالس بحيث ان ما يحصلش برغم ان البالس واسعه كل البالس بعد كده كل ايه؟ لا لا غير فيز اه ماشي صح فيز ده بس 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 على نفس الفيز لو الانترفيرنس ده في انجن نويز ما انا ما اقدرش ده السيجنال بتاعتي بس مشكله الانترفيرنس ايه؟ مشكله الانترفيرنس الكبرى ايه؟ ان انا النويز الحل ان انا اعالج النويز اكبر الاي في كل ما اكبر الاي في احسن البروبابيلتي بس طيب ما اعرفش اكبر الاي في عشان البطاريه بتاعتي توصل عشان في قواعد ان انا مش هعرف انرجي الناس تانية ما تقدر تعرف الحاجات دي لكن على الاقل دلوقتي اكبر الاي في المشكله لو كبرت الاي في انا بكبر كل السيجما فاللي بعمل فيه انترفير انا هانترفير بنفسي على نفسي اتنين كبيره ما اعرفش اعمل فيه حاجه زي الدي بي ام بفصل المسافات ما بينهم بس بقى بينهم دي معناها زيرو كمية معناها انا ما ابعدش كل السيجنال غير من زيرو كمية يعني مشكلة ايه؟ مشكلة في الفريكونسي كمية لو خليت السيجنال من زيرو كمية بس الفريكونسي بتاعها هيبقى كمية لازم السمة تبقى فيها زيروز ايوه لازم تبقى فيها صفار لو السيجنال بتاعك فيها زيروز في الاماكن اللي بعمل فيها سامبل بمعنى ايه؟ يعني كفر الفوت اللي بتعمل ده السيجنال بتاعك اوكي فهنا لو انا بعمل سامبل في ريسيفر عند النقطه دي برغم ان هي موجوده او بلاش كده يعني لو بعمل سامبل في النقطه دي مش هشوف غير مش هشوف بنفس وهكذا هناخد الكونديشن ده يعني اعتماد المره الجايه بس نايت كراتيريا ده يعني ايه الكونديشنز بتاع البولس اللي ينفع ابعد بيها بحيث ان انا اكبر البولس عن تي في بالدروس الاقل من تي في لكن في نفس الوقت ما تعملش انترفيرنس مع الناس اللي بعدي. هتكون ساعد السامبلنج بقيت الوقت مش مهم. بعد ما اعمل انتجريشن مع الناس في الريسيفر البولس دي تديني قيمه والبولس اللي بعديها واللي قبليها بيدوز. كل مره بولس واحده تديني قيمه والباقيين عند لحظه السامبلنج بيدوز. مش بس عشان كده يعني بقى البوكس اللي صح كده صح بقى بس انا بتكلم على البوكس اوكي فده بس خليك تحطه لغايه ما ناخد الريد والسيمبل انا عايز اقول لكم يعني هنا فكرت لان السيمبل هتطلع من زيرو في فقط فما فيش اي تكون بتخلص عن الدي في فمش هيبقى كتير على اللي بعدين مش كده الكلام ده مش هيكون الحاجه تبقى كبيره مش هيكون سيمبل انا مكان معين في الزيمبل مش هقدر عنه وما اقدرش اعمل اضطر اكبر عنه. لو اكبر عن تي بي هينترفير مع البيت الاهليه والبيت اللي بعديه او يعني او اعتبر بقى حسب اكبر عن تي بي والشمال يعني. هينترفير مع البيتس الثانيه. فازاي الاقي الطريقه ان انا ما اعملش انترفيرنس مع البيتس الثانيه. تاني انترفيرنس مشكله ساعات او يعني مشكله ممكن تكون اكبر من النويز ان انا لو حل النويز دلوقتي اقل اكبر الانرجي بتاع السيجنال اقل البروتي بيرن مالهاش حل. مع انترفيرنس ما بيحصلش. كبر الانرجي بتاعتك انت بتكبر التاب سليم وبتكبر كمان اللي جنبك ما هو الانرجي بتاع كله سليم ما ينفعش تكبر البيت بتاعتك والبيت اللي بعديها لا فكله بيكبر فما اقدرش اعمل حاجه تدمير الباور ده مش لازم الاقي دور اسكى من كده ان انا اتعامل مع واكشولي يبقى الانترفيو انترفيرنس السبب ان السيلز دلوقتي كل بيس ستيشن عشان اكبر الكباسيتي بتاعت السيل الموبايل سيستم بنحاول نحط البلاي ستيشن قريبين من بعض، كل بلاي ستيشن بتاخد شويه ناس. كل ما احط البلاي ستيشن قريبين من بعض اقدر الناس اكتر، بس المشكله ان هم بقوا ينترفيروا مع بعض. قريبين من بعض كفايه ان السيجنال بتاعك واحد منهم ينترفير مع سيجنال واحد تحت واحد تاني، بس نتكلم على ستيشن اخرى. بس بسبب الحاجات اللي قريبه ينترفيروا مع بعض. ما بقتش بس المشكله في النويز، بقت المشكله كمان. احنا بس تربيتها كده بس احنا ينترفيروا بتاع نفسي على نفسي مش بتاع الناس الثانيه على الموضوع. هو لازم يوصل على كل الانواع.
لو دي بيو في ريتش دي عامله ازاي؟ مقلوبه عامله ازاي يعني؟ ده واحد ده اتنين. قولي اوصل للكام ريتش؟ عند
بتاعك من الكلام ده. احنا بنقسمنا الاتش تي ده على سيلف كونتينوس ماركتنج. طبعا الانترنت ازاي؟ الانترنت حاجات ديجيتال مش هنحط فلتر في جاب مش هتجيب شي ار يعني الانترنت عمل يعني ده الاتش تي طلع عنده فلتر وبي او تي عنده فلتر وكل حاجه كل الاسرار كل المواد شغالين عنده. الحقيقه بالبراكتي بنسكتايز كل الكلام ده فبنعمل سامبل للترانس فلتر او بأجمنت الدوائر ديجيتال فبقى بعمل له سامبل ماشي لازم اعمل له سامبل بعد ايه؟ لا اقل حاجه مايكس كده لو عملنا فلترنج في مايكس بس يوجي الترانسميتر بنكتر على مايكس شويه عشان كل ما نكتر يتحسن شويه ليه؟ لان حتى لو انا محجوز انا مفيش لي محطوط لي بدل معين عارف ان انا محجوز لي مثلا حوالين ال 1 جيجا مثلا محجوز لي 10 ميجا اوكي يبقى لازم الفلتر بتاعي اللي هبعت بيه يكون اقصى من الويت بتاعه كام؟ 10 ميجا برضه 10 ميجا اوكي فلازم فالفلتر لازم يكون الويت بتاعه 10 ميجا لكن طبعا عشان يبقى فلتر بالظبط 10 ميجا لازم يبقى انفينيت في البايت صح؟ فده مستحيل فبكبر شويه عن 10 ميجا بس يبقى في كونديشن تاني محطوطه ان الباور هنا ما تكبرش عن مثلا ناقص 50 دي بي ولا ناقص 40 ولا ناقص 80 دي بي حسب بقى كل السيستمز اوكي ف فاللايف ستريت البراكتيكال كبير جدا لكن عشان كده بسيوم انه 10 ميجا وسامبل اكتر شويه من مايكروس بتاعت نسامبل مرتين عشان مايكروس ساعات وانكم حاجه عن مايكروس حسب يعني الاكسكيوت سيستم اوكي حلو لو ترانسميتر بقى مسكينها فعلا يبقى بي اوف تي بتبقى سامبل عامله شويه سامبل عاملين كده مثلا في تي عامل كده وبعدين ده هيدخل على دي تو اي ويطلع اول من الترانسميتر اللي انت يجي من ناحيه ثانيه الريسيفر الريسيفر الاول جاي لي سيجنال عند سيجنال عند اول ريسيفر دي الباند بتاعها ايه؟ جاي عند الانتنه بعد الانتنه على طول كل حاجه جايه طبعا الانتنه على بالك فعايزين نتكلم ايه؟ فلو هتعامل بين لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل فلتر، احط ان تي اي اسم فلتر، صح؟ حط ان تي اي اسم ان تي اي اسم فلتر. ايوه اللي هو مثلا يعني بحط الفلتر هنا كده في واحد كده ياخد بس السيجنال بتاعته هنا يعني اوكي؟ وبعد كده ادخل الكلام ده على في بعد الفلتر بعد الان تي اي اسم فلتر ده اول هو يعني هنا كمان نسبه مش بس ان دي ايزي ده كمان نسبه انه بيشيل النويز اللي بره الباند بتاعي. اوكي؟ مش هيشيل النويز اللي بره الباند بتاعي مش لازم النويز اللي بره الباند بتاعي تكون معايا. مش عايز حته من الفريكونسي ما فيهاش اي سيجنال فيها نويز بس ما تكونش خير اشيلها فاكر الجرافيتي ما تنسوش ان الماك فلتر لو الفلتر بتاعي هنا بس الماك ده فانا بضرب بي او اس من غير مع اتش تي ام ماينس تي في جزئين بضرب بي او اس فانا بضرب حاجه سكوير كده مش بعمل حاجه انا بضرب حاجه حسب شكل الفلتر فبحط وبعد كده ايه دي وبعد كده رقم السامبلز دي هي اللي اعمل عليها ماتش هي كوفيد لما الكونفولوشن بتاع انالوج مع انالوج ما دام التو فلترز دول الباند بتاعهم اقل ليمتد فاعمل لهم سامبل يبقى اعلى من مايكروس وكنترول في الديجيتال دومين هي نفس الى سامبل في الديجيتال دومين في مايكروس بيحافظ لي على السيجنال بالميل ما بيفقدش اي معلومات ممكن ريكفر السيجنال زي ما هي لو دي الانترنت كارد على الماتش اب بنعمل كده بنقسم الحاجات سامبل حاجات واكشولي الحقيقه برضه بعمل كده بنعمل ده بدوائر ديجيتال بتاعت الاي او الاي سي سيركل بقى عندها ديزاين بعمل في ريجستر كام بيت حسب بقى الاي تي بي كام بيت وسامبل ده اللي بقى من فوق الحقيقه فعلا حتى دلوقتي في امبلمنتيشنز ديجيتال لانو كوميونيكيشن يعني ممكن انجمنت الاف ام دي موديليتر ديجيتال كل حاجه بتاعت الشغل بتاعت الشغل بتاعت الشغل بتاعت
تاخد بيتزا وطلعها وطلعها دي بيجريها عشان تطلعها على السكان. ف فانا وقع تفسدنا هنا بعد فدا يعتبر نارو باند يعني 10 ميجا هرتز 1 جيجا اف سي ده يعتبر نارو باند سيجنال. فانا عايز اعرف ازاي البريزنت النويز النويز اللي هي عند ال 1 جيجا دي وهي نارو باند. اوكي ال ان اف تي هي يعني او النويز العامه انتر باند. انا عايز بس البريزنت النويز طريقة عملها البرزنتيشن بحيث اعرف اشتغل عليها. الميزه ايه؟ الميزه ان انا دايما بتكلم هنا على بيت اسكيب فعندي ببعت السيجنال على فيز على على بروح بصاين خلاص. اللي ممكن اعمله ده شوفوه في النص تاني من الترب ان انا ممكن ابعت سيجنال على بصاين وسيجنال ثانيه على سطر مش بيعملوا فيز مع بعض. ليه مش بيتكلموا مع بعض؟ لان اسمه ساين وساين خالص. الريسيفر هضرب في الكوساين هشيل الساين خالص وهضرب في الساين هشيل الكوساين خالص. فكانهم تو سيستمز متصلين. هو السؤال طيب النويز اللي مجموعه عليهم جمع ازاي؟ النويز اللي هنا هنا ولا اخد انهي نويز اللي تحت؟ ده انا هحاول اجاوب عليه. فدي بتعمل مشاكل لازم تظبطها، لكن افرض ان هم مظبطين
كل حاجه صح فاكنهم فاهم معانا زي ما كوساين وساين الناحيه دي وساين وساين الناحيه دي هناخد حاجه كوساين ننزل نفس الكوساين ناخد السنه بتاعتنا ونطلع على الدرس نعرف المجموعه دول واللي في الكوساين مجموعه فطبعا ايه النويز المجموعه الكوساين وايه النويز المجموعه على الساين فاللي ادعاه هنا لو النويز باد بوس يعني حوالين الاف سي بشويه هي قد السنه بتاعتنا عملها ضد الفيبر الكليه دي فاقدر اكتبها انها ان سي كوساين زائد ان اس فانا هختار ان ادخل هنا السيجنال دي وهختار واشوف اللي طالع لي هنا اوريك هو هو ده يبقى ده ممكن اقوله يساوي ده في ده زي ده اوكي لو ده طلع هو نفس ده يبقى ممكن اقول ان ده يساوي ده في ده زي ده وهنا لو افترضت ان ادخل حاجه بيزنس حاجه بوزيتيف يطلع كوساين
باي اف سي. يبقى لو ده الانبوت ريسبونس بتاع السيستم ده احنا دلتا وسي طبعا كده ده الانبوت ريسبونس يبقى الجرين ترانسفورم يبقى الترانسفير فانكشن بتاعك ممكن تكون عامله ازاي؟ اتش اف عامله ازاي؟ اتش اف بتاع السيستم ده كله يعني اتش سيستم زي لو دي بالنسبه لاتش اف اثنين
الهادي ماشي تمام وصاين بيحصل ايه؟ اتشافت صح وضرب في اربعه عشان الاثنين دي يبقى في ربع هنا لو تفتكروا هنا لو ضربنا في كوساين بيحصل ده جالنا ربع يبقى اربعه في ربع في اس ان اف ماينس اف سي بلس اس ان اف بلس اف سي تاني انا النويز بتاعتي اس ان اف ان اف تي عامل كده عن اف سي ماينس اف سي اوكي هضربها في كوساين اثنين كوساين فانا عملها في البرينت بقتش واحد ماشي لما اضربها في كوساين لو تفتكروا لما عملنا ايه في كوساين شفتنا ده كده وشفتنا ده كده وبقيت شفته بره وزادها بقى ضد الكوساين حتى هتحسبه من الراندم يعني لو ده بيعمل كده وكده ايه ده النويز ده اول نيجاتيف نويز عملناها في الاول مخليها ليميتد الباند بتاع السيجنال بتاعه اوكي ده مجرد برزنتيشن مش بعمل الحاجات دي الحقيقه انا بس نسبه انها ممكن نكتب النويز هو لو دخلت هنا هو نص ده اللي طب ما بعملش كده مش عارف كده يبقى في حاجه واضحه انا عايز اثبت ان متاكد ان النويز ده ان سي كوساين بس ان اس ساين وير ان سي من اس اللي هو البروبرتي فور مي فتاني يا جماعه لو النويز الباور فيكتور لينس بتاعتها اس ان اف عامل كده لما اضربه في 2 كوساين ايه اللي بيحصل؟ اتشاف الشمال واتشاف اليمين اوكي؟ طب بعد كده هروح اخلي اعمله فلترنج لكاتش واف ده اللي اتشاف الوزن اللي جه عند الزيرو بس هو اللي فضل موجود ماشي؟ فاللي جه عند الزيرو فضل موجود فده ده 4 في ربع دول فده يطلع تكامل اس ان سي او اف يطلع كام؟ ده نفس تكامل اس ان او اف صح؟ لان ما هو 4 في ربع يعني ده بلس ده فده هي هنا وده هي هنا فتكامل ده الناطق فيه الفيديو كان نفس تكامل ده تمام؟ تاني ايه الباور بتاعت النويز؟ تكامل اس ان او اف والناطق فين دي من هنا صح؟ اوكي حلو طب افرض ده افرض ده مثلا ايه النور على اثنين يبقى التكامل بتاع ايه اللي هو على اثنين في اثنين بي في اثنين صح؟ صح؟ كويس لما ده يجي كده هيجي لنا عامل ازاي؟ ده يجي هنا وده هيجي هنا ونضربه في اربعه في ربع ما يجيبوش حاجه يبقى عندنا ان من ده ماينس بي وده من يبقى كام في الحاله اس ان سي او ان كام في ان نوت في اتنين يا ناس شايف قولنا لما باجي اضرب سيجنال ساين كان بديل بروبرتيز تقدر برو ايه تاك برو كوست ليست فور واتس باو مش ده النص عشان الاثنين عشان باور يا جماعه باور باور ليست باور ونربط كل حاجه نعمله عندنا سيجنال ام اوف تي ونضربها في اثنين كوساين 2 باي اف سي تي بلس تيتا ويجي لنا الباور فاكتور دنسيتي بتاع اس اوف تي بدلاله الباور فاكتور دنسيتي بتاع اس اوف تي كل حاجه كل حاجه سيجنال هنقول لك اربعه ميكرو بس دي مشكله يعني تعالوا دي مشكله ماشي المهم المهم ان احنا ان الباور بتاع الان سي اوف تي هي نفسها بتاعت الان اوف تي ونفس الكلام بالنسبه للان اس الباور بتاعت الان اس اوف تي هي نفسها الباور بتاعت الان اوف تي برضه طب يعني هل الباور بتاعت النويز كبر؟ لا دي مضروبه في كوساين ودي مضروبه في ساين فكاننا كوساين كوساين بيضربوا في نص صح؟ بيضربوا الباور بيضربوا
الاستغل فيه منهم في الكود بتاع التانيه وما يكمل الكود فرع برانش مش هتفرق مش هتساعدني في الكود بتاع البرانش مش دي اللي بتخلص الحكايه ما هياش قصه كبيره يعني هياش يعني هتعملوا كتير ان اوف تي بتساوي ان سي كوساين ماينس او بلس ان اس ساين هتعملوها كتير اوف تي بس اقول لكم هي جايه منين كده الدور الثاني اللي انا دراي الكلام ده حاجه اسمها فانكشن ان احنا نقدر دراي بس ما تقدرش تشتغل تمام ان احنا نقدر نبريزنت اي باك باس سيجنال بلو باس سيجنال برو كوساين ولو باس سيجنال مضروبه ان سي اوف تي دي لو باس والان اس نفس الكلام نضرب الرقم كوساين كوساين هنجيب الباك باس سيجنال سيجنال معاك هي باك باس كل الريبريزنتيشن والسيميليشن مش عارف ايه بنشتغل باللو باس ده اسهل لان مثلا لو عايز اشتغل على الباد باس ده هضطر اعمل زامبلنج عشان كام؟ هضطر اعمل زامبلنج عشان ايه؟ هقعد سنين هقعد اشتغل سيميليت كده على الاقل انا ممكن اجيب نفس النتائج واشتغل عندي ده اللي في الاكشن ده اللي بيحصل فعلا اشتغلوا الباص وبعدين طلعوا على الكارير والناحيه الثانيه رجعوا في الكارير وبعد كده اشتغلوا في طبعا سيستم بتشتغل عن غير ما تتكلم بس يعني مش منتشره كتير ليها ميزات بس ليها مميزات الحد الجاي انا هطلب من الدكتور مصطفى ان انا اعمل محاضره الحد الجاي اللي هو الحد اللي بعده بس لسه مش متاكد هو ايه